مرحبا برج الدلو، أهلا فيكم في القراءة العامة. أعزائي، هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري، أوكي، أو أي من الكواكب موجودة عندك فيها برج الدلو. ولكن عزيزي المتابع، أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. هذه قراءة عامة، مو قراءة عاطفية. راح نتناول فيها أكثر شيء جوانب الحياة العملية مثل الأموال، الصحة، المشاريع إلى آخره. مثل ما سويت مع برج الجدي، راح أبتدي معاكم يا برج الدلو بعقب ما أخلط الأوراق بين القراءات. الكرت اللي يصير تحت هو له دلالة أو طاقة عامة لك في هذا الشهر. طاقتك العامة راح تكون العربة، كرت برج السرطان، كرت جدا مبشر بالخير، خصوصا إذا بعضكم أو بعض منكم كانت أمورهم في جوانب معينة في الحياة متوقفة، أوكي. بعضكم كانوا يشتكون إن ليش الكل قاعد يتقدم في الحياة ويحصل وينجز وأنا لحد الآن في مكاني. بعضكم، مو كلكم، ها، راح يكون خلال هذا الشهر في تقدم كبير. ولكن دائما أقول التارو يقرأ على مستوى الطاقة، يعني النية لازم أنت تدعمها بعمل، تدعمها باجتهاد، تعمل مع الطاقة مو عكسها، وبعدين تقول ليش هر في تطور ولكن ما في تطور. لأن عندنا كرت العربة، إذا أنت العربة راح تمشي مثلها مثل القطار، أوكي، إحنا نقول فاتهم القطار، العربة راح تمشي معاك وبدونك، الطاقة موجودة. إذا أنت قررت أن تركب فيها تأخذ مثل هذا الشخص، تمسك بزمام الأمور، تتحكم، تقود حياتك إلى المكان اللي أنت بتودي فيه حياتك، إلى المكان اللي أنت تطمح إليه. إذا أخذت هاي الطاقة، شيء طبيعي أنه راح تكون الكثير من التطورات العجيبة تبتدي. إنزين، دائما برج الدلو التطورات الكبيرة في حياته تبتدي تتحرك من نهاية شهور السنة، وفعلا تتحقق في بداية شهور السنة. بداية الحركة راح تكون، وخلي لك هذا الكرت عشان يذكرك بالطاقة العامة لك لهذا الشهر. إنزين، في شغلة ثانية بعد حبيت أقولها بخصوص كرت العربة. الكثير منكم احتمال ناويين على تغيير مقر العمل، تغيير انتقال، سواء انتقال جسدي من دولة إلى دولة، من وظيفة إلى وظيفة، في مكان أنت تحس وجودك في هاي المكان. إنزين، لاحظ وجودك في هاي المكان كان معسر عليك وايد أمور. الانتقال، ان انت تطلع من هاي المدينة الى هاي المدينة، من هاي الوظيفة الى هاي الوظيفة، راح يفتح عليك ابواب. ما اقول لك احس هني بالطاقة، ابواب كل شيء انت في عمرك تمنيته. في تشجيع كبير على الانتقال في هذا الشهر. خلينا نشوف الاموال يا برج الدلو. 10 الخماسيات، سوري، 10 الاقصان. هذا الكرت ترى مو سلبي بالمعنى الصريح. شوف، هذا الكرت قاعد أحس طاقته إيجابية، خصوصا إذا إحنا قررنا نسويها إيجابية. أنت عندك أموال في البنك، أو حتى إذا ما عندك، جدا ضروري أن تبتدي تدخر في الأموال، لأن راح تحتاجها في مشروع جدا كبير، في مكان صحيح، مكان إذا حطيت فيه الأموال راح تعطيك مردود أكبر. إنزين، احرص ان خلال هذا الشهر ما تصرف اموالك، اوكي، تظل تراكمها، تظل توفرها وان كانت مبلغ قليل. القليل لما تجمعه هني احس راح يكتمل عندك نصاب، راح يكتمل عندك مبلغ لمشروع كبير، لعملية كبيرة انت ناوي تسويها، تحسين في شكلك، ميك اوفر في شكلك، انتقال كبير يمكن حتى. عشان تسوي هاي النقلة اللي راح تفتح لك ابواب حياتك، محتاج ان تجمع فلوسك، تمسك فلوسك، اوكي. هاي الطاقة تقول لي كذي. خلي بس حب بعد كرت واحد حق الاموال. بسرعة كروتك قاعدة تطيح. بالضبط، ملكة الاغصان. لا تفكر باي شخص، اوكي، ولا تشيل مسؤولية اي شخص في الفترة القادمة غير نفسك، عليك من نفسك. هذه الملكة انانية، ولكن انانيتها صحية. أنانيتها تقول أنا مسؤول عن نفسي. إذا أنا مثل ما نكون في الطائرة، ويكون من تعليمات السلامة إن أنت ما منك فايدة لما تساعد الآخرين، أوكي، وما تضع أكسجين، قناع الأكسجين أول على نفسك.
ما حد يقدر يعطي من إناء فاضي، لازم أنت تكون already وصلت مرحلة الاكتفاء نفسيا عاطفيا ماديا حتى بعدين تبتدي تساعد الآخرين. فهاي الكارت يقول لك عليك من نفسك، لا تأخذ أي شخص بعين الاعتبار إلا نفسك في الفترة القادمة. عندك مشروع كبير، فكرة معينة حاطها في بالك، تحتاج منك أموال عشان أوكي عشان تقوم، لا تتنازل عنها. هذه الملكة عنيدة، ما تتنازل عن الشيء اللي أصرت وقالت يوم من الأيام راح أنفذه حق نفسي، راح أوجده حق نفسي ولو في مكان ثاني. خلينا نشوف جانب المشاريع، اللي منكم عندهم بزنس أو يفكرون يفتحون بزنس. كارتين انتقال، المزيد من التغيير، الانتقال من ألف إلى باء أوكي، ولكن أحس انتقالك راح يكون جدا سلس، جدا سموث، جدا بهدوء، ما بين الوظيفة إلى أنك تفتح مشروعك، ما بين المشروع الأول إلى المشروع الثاني. مثلا عندك محل قائم أوكي وناجح يقوم، قلت لك هني في طاقة محتاج شوية دفعة زيادة يقوم، وبعدين على طول تقدر تباشر المشروع رقم 2. سواء المشروع رقم 2 بالنسبة لك هو مشروع توسعة، تفتح فرع ثاني أوكي، تدخل في مجال ثاني، حتى راح يكون في انتقال جدا سهل ومرن ومريح لك. زين، وأيضا طلع معاه هني كارت، طلع معاه كارت الكوبين. في المشروع رقم 2 أو في الفكرة عندك، سوري، في الفكرة رقم 2 إنزين، في المجال رقم 2، خطتك المستقبلية إنزين، اللي قلت يا ليت أقدر أسوي كذا كذا، أبيك تجاوب على هالسؤال يا برج الدلو. شنو قلت أنت بخصوص مشروعك؟ أول ما يصير هذا المشروع ناجح، راح الخطوة الثانية أسوي كذا كذا. في الخطوة الثانية إذا قمت فيها راح تلاقي صدى ترحيب، صدى إعجاب ما تتوقع، ما كنت حتى أنت تتوقع يا برج الدلو أوكي. الكثير من الناس يظهرون على أعتاب بابك، يقولون لك إحنا نريد أن نشتري منك، نريد أن نتعاون معك، نريد أن نكون معك أوكي. راح يكون في صدى قبول كبير، بما أن ابتدينا بطاقة الماء بننتهي هني في المشاريع بطاقة الماء. أحس ان انتقالك راح يفتح لك باب، لما تنتقل من مدينه الى مدينه، من وضع الى وضع، راح يفتح لك باب يعرفك على اشخاص ما كانوا موجودين في حياتك سابقا، اشخاص جدا مفيدين، جدا انت تتمناهم لنفسك. اشخاص السابقين او الحاليين في حياتك يمكن شويه كئيبين متشائمين، راح يفتح لك باب الرزق، فتحت باب عندك هنا. خلينا نشوف الدراسه، الدراسة حق برج الدلو. الستار، تفوق، نجاح أوكي، هذا كرتك أنت يا برج الدلو. في أمور الدراسة راح تكون إن شاء الله كلها سهالات، كلها سهالات، راح تكون متميز أوكي، خصوصا إذا كنت تعمل على بحث أو رسالة معينة، رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه. هني الطاقة قاعدة تقول لي، لأن في كذا نجمة في السماء، وبعدين هذه نجمة برج الدلو، احرص ان انت ما تحاول تقلد النجوم الآخرين. مثلا شفت صديقك، زميلك في الدراسة، نجح عن طريقة اتباع استراتيجية معينة، او رسالته في الماجستير في الدكتوراه كانت كذا كذا كذا، لا تحاول ان تتميز او تحصل على التفوق عن طريق اتباع نفس طريقهم. مصدر قوتك انت يا برج الدلو ان تكون متميز، توجد طريقتك الخاصة لفعل الامور، لا تسوي كوبي كات اللي هي طريقة اني اقلد، ابتعد عن طريقة التقليد وتميز اوكي. في مجالك انت حين قاعد يصير في طلب على طاقة برج الدلو المتقدمة، المتقدمة عن الاخرين، اللي تقدر تشوف تتطور اسرع من الاخرين. فأنت لما أتي تقلد بحث زميل لك، أو تخلي زميلك اللي أقل منك أوكي هو اللي يملي عليك أفعاله، يملي عليك شلون تسوي بحثك، هني أنت قاعد تسمح باللي أقل منك، اللي متأخر عنك، إنه يقودك. هذا ما يصير، أنت متقدم،
انت، وهذا بعد الكرت يقول لك محتاج تاخذ انت وضعية القيادة في امورك في الدراسة، لا تظل تعتمد على الناس لان انت اساسا مو محتاج للناس. اتعاون معاهم ولكن لا تعتمد عليهم. خلينا نشوف هني الباحثين عن عمل. الكوب الأول page of cups الشيطان. أوكي الرسالة لك هني، أحس إنه راح يكون في عرضين عمل، راح يأتيك عرض العمل، ممكن أنت اللي قاعد تقدم. إنزين لما تحصل على عرض العمل اللي كنت تتمناه من فترة طويلة إن شاء الله راح تحصل عليه، راح يأتيك هني شخص ما يتمنى لك الخير، يحاول إنه يشتتك، يقولك ليش اشتغلت هني أو ليش قبلت هذا العمل، هناك في فرصة أفضل، هناك يعطون رواتب أفضل، يحاول يشتتك، يخليك تفقد إيمانك في فرصة العمل القادمة، أوكي؟ يخرب عليك، لأن عند هذا الشخص، لأنه شوف بيج أوف كابس، الكوب الصغير كوب المراهق، هذا الكوب مو صافي داخله سمكة. سمكة داخل الكوب معناته مو صافي، مو بنية صادقة. أوكي احذر من الأشخاص خصوصا في مكان العمل أو أثناء تقديمك على الوظيفة، من الناس اللي يحاولون يشتتونك، يقولون لك ليش راح تتقدم عندنا هني، أنا موظف في هاي الشركة وأنا نفسي أبي أطلع منها. هاي النوع من الطاقة، أو ممكن يكون حتى أحد من الأقارب أو الأهل، لأن عند هذا الشخص نية هني برج الجدي، برج الشيطان، سوري كرت الشيطان. إنزين عنده نية سيئة، يريد أن تعرف لما حين شافك هذا الشخص شخص حسود، لما شافك راح تبتدي تحصل على أحلامك. وايد طاقة المياه عندك هالشهر، طاقة البداية. هني نحط النية، هني نقول شنو فعلا إحنا نتمنى عشان يتحقق في الشهور القادمة. لما يبتدي هذا الشخص يشوفك راح تحصل على وظيفة الأحلام، مشروعك ابتدى يمشي، خطتك ابتدت تمشي، إيه هني يخرب عليك، يشوش عليك، يقولك لا ليش ما أدري شلون، لا سوي كذي، لا سوي كذاك. احذر من هذا الشخص، عنده طاقة تخريبية، طاقة حسد. أحس هني لما أنت كنت تدور عن وظيفة يا برج الدلو، وهو ما فكر بشكل جاد إنه يساعدك، ولكن ليش أقولك طاقته مو زينة؟ لما يبتدى يعرف ان انت عندك عرض عمل هو مش مساهم فيه، ابتدى يقول لا حان الوقت ان انا اخرب بعد، مو كفاية اني ما اساعد برج الدلو، لا لازم بعد اخرب عليه، لان شكله راح يفلت من يدي، شكله راح يحصل عرض عمل افضل. يمكن هذه الشركة ما يكون شخص، تكون حتى شركة انت قدمت عليها وما عطوك ويه، انزين ما تساعدوا معاك، لما شافوك او سمعوا ان انت شركة ثانية راح تاخذك شركة افضل، اتوا هنا يبون حسدا منهم ان يوقفونك ما يخلونك تاخذ هذا العرض. الجانب الثاني خلنا نشوف الحياة العاطفية بشكل عام، سواء انتم منفصلين او مرتبطين. الهايروفانت راح يكون في التزام، خلاص طاقة الاي واللا، طاقة لأن هني كانت في أمور معلقة بينك وبين شخص معين، أوكي؟ كان دائما في تردد أو دائما في استاجنيشن، يعني الأمور متوقفة، ضاربين بريك في العلاقة، علاقتكم كانت متوقفة أكثر ما كانت ماشية. في الفترة القادمة هذا الشخص عنده نية الالتزام، إنه خلاص إحنا نقول يعقد الصفقة وينهي الصفقة ويغلق الصفقة اللي بينك وبينه، إن في النهاية أصير في اتفاق، أصير في تفاهم، أحط معاك النقط على الحروف، يقولك أوكي إحنا في السابق ما كنا متأكدين بس الحين لازم نكون على بينة يا برج الدلو، نكون مع بعض ولا مش مع بعض، تبيني ولا ما تبيني، هاي النوع من السؤال التحديدي. إنزين اللي ما عنده شريك ينتظر قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك اللي بسويها بعد القراءة العامة إن شاء الله. نشوف الصحة،
اوكي بيبي ستيبس، خطوات الطفل. اوكي انت قاعد تاخذ خطوات في في الطريق الصحيح. زين اشوف هني ان برج الدلو، لان عندك ملكة الارض، اخيرا صرت تهتم بنفسك، صرت تهتم شنو قاعد تدخل في جسمك، وشنو هذا الشيء اللي قاعد تاكله يأثر على طاقتك على نفسيتك. وي ار وات وي ايت، احنا نصير كذي بسبب ما ناكله. زين فهني قاعد تاخذ خطوات، راح يكون في جسمك يتجاوب معاك. اذا انت قاعد تاكل اكل معين تريد تتخلص من مشكله معينه، تتخلص او تخفف على الاقل من السكري، من الكوليسترول، من الكذا، من تخفف من الدهون، جسمك راح يتجاوب معاك. بس انت لازم تكون حذر شنو تحط في جسمك. انزين هني اذا عندكم بعد اي مشاكل في البشره او مشاكل تخص تساقط الشعر، النظر، هذا كله يقول لك ما يحتاج، هذا كله مو شيء الدكتور يقدر يحلك اياه عن طريق حبوب او ادويه. هذا الشيء يخص روتينك الغذائي، نظامك الغذائي هو اللي ممكن يحلك هاي النوع من المشاكل، تعرضك الى الشمس، الاكل الصحي، هاي الاشياء. خلينا نشوف الامور القانونيه، اذا عندك اي شيء متوقف في النظام القضائي. ثمانيه الاكواب، في شخص احس هني ان في طرف كان يحاول ان يقاضيك، او انت حتى كنت مفكر انك راح تقاضي شخص. عندنا هني كرت العقرب، كرت الموت، برج العقرب، تغيير مفاجئ. بغض النظر من اللي هني كان عنده نية ان يقاضي الثاني، في اخر لحظة راح يكون في انسحاب، بس مو انسحاب بدون سبب. هذا الطرف انت او الخصم ادركتوا ان امامكم قضية ما تستطيعون تربحونها في هاي النظام القضائي. عرفتوا مثلا ان الغلط عليكم، او الطرف الثاني عرف ان الغلط عليه، ففي النهاية قرر ان ما يظل يسعى وراء هاي القضية، في رحيل مفاجئ، لان عندنا كرت الموت. اوكي مشهورة سريعة من المحامي الى خصمك مثلا، يخلي في اخر لحظة يقرر انه ينهي القضية القائمة بينك وبينه، ويقبل مثلا بالتسوية. زين انتهينا من هاي الامور، خلينا نشوف يا برج الدلو شنو الطاقة اللي راح تحاول تتحداك او تستفزك خلال هذا الشهر. اوكي Triumph of Lies. الطاقة اللي راح تحاول تتحداك طاقة تخص الكذب او الالاعيب مثل هني الطاقة اللي وصفت لك اياها بخصوص الباحثين عن عمل. زين شلون راح يكون في محاولة للتلاعب بك؟ اوكي لان هني قلت لك الشيء الوحيد اللي يمنعك عن تحقيق النجاح في حياتك هو شعورك بالذنب، ان لازم اساعد الاخرين قبل ما اساعد نفسي، لازم ما اكون اناني. هذا الطاقة اللي راح تتحداك، ان هل فعلا راح تستطيع ان تدخل في طاقة ملكة النار وتقول حان الوقت ان انتبه على نفسي واحقق ذاتي. اني اشوف ان التحدي امامك ايضا الاخرين اللي حولك، محيطك، دائما يحاولون يحسسونك بالذنب. انت ليش غير؟ انت ليش لحد الان ما نجحت؟ انت ليش لحد الان ما تزوجت؟ انت ليش لحد الان ما عندك اطفال؟ ليش انت ما ترغب بالاستقرار مثلنا؟ انت ليش غريب عنا؟ انت انا برج الدلو، الله خلقني مختلف، ما اختلف من اجل لفت الانتباه او الدراما، انا مختلف. اوكي لا تخلي احد يحاول يطلعك من طاقتك اللي انت في داخل نفسك تحس انها هي صح عشانك. يقنعونك ان لا تروح هذا المكان، لا تقبل هذا عرض العمل. احس في انتقالك، اذا كنت ناوي ان تنتقل الى وظيفة، الى مجال مختلف، مدينة ثانية، دولة ثانية، راح في اشخاص يحاولون يحسسونك بالذنب ويمنعونك عن طريق الاكاذيب ان مثلا لا، ان المعيشة في الدولة الفلانية صعبة. عرفت؟ لان بقائك حولهم قاعد يقيدك، وابتعادك عنهم راح يحقق لك كل اللي تتمناه. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال شهر سبتمبر.
The Horse King تقريبا نفس كرت العربة بس في هني ملك الأحصنة Assistance and Control التحكم في الذات إصرارك على موقفك إصرارك على أهدافك على الخطط اللي أنت حطيتها لنفسك تنفيذك لها أوكي إصرارك هني هو اللي راح يعينك أن تتغلب على طاقة الشيطان هني طاقة الأكاذيب طاقة أن يحسسونك بالذنب أن ليش أنت مختلف ليش أنت أناني أنت مو أناني أنت قاعد تتصرف بما الله سبحانه وتعالى أمرك الله أمرك أن تعتني بنفسك أوكي حتى في الطيارة يقولون لك أول شيء تحط قناعك أنت قناع الأكسجين في حالة حدوث الطوارئ بعدين تعين الآخرين لأن إذا ما عنت أول شيء نفسك راح تكون عالة على الجميع وتمثل خطر على الجميع إعانة assistance الإعانة ولكن تعين نفسك هالمرة هالشهر التحدي أمامك والقوة أمامك إن أنت فعلا تختار إرضاء نفسك مو إرضاء الآخرين خلنا نشوف المفاجأة سبعة الخماسيات أحس هني إن المفاجأة هي من المضحك والمبكي إن الوضع صير كذي الأشخاص اللي ينتقدونك اللي قاعدين يعارضونك يقولون لك لا تسوي اللي انت ناوي عليه برج الدلو انزين هم نفسهم الاشخاص اللي يوم من الايام راح يدافعون عنك راح يفتخرون فيك يفتخرون في انجازاتك بعد ما تنتقل هاي النقلة الى المكان اللي انت تتمناه لنفسك هذه هي المفاجأة انه راح يكون في علنا اوكي الحين يتكلمون بينهم بين بعض ولكن بعدين علنا الموضوع راح يصير امامك إن نفس الشخص اللي كان ينتقدك هو اللي راح يكون موضوع الانتقاد وهو اللي أيضا راح يدافع عنك ضد هاي الانتقاد أوكي؟ فيه راح تكون مساعدة أحد أيضا يساعدك إن أخيرا خلي برج الدلو في حالة خليه يروح يحاول